بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع جدا مهم، اللي هو مقدمة في النهايات. مقدمة في النهايات، سوف نتعرف على مفهوم النهايات وماذا نقصد بالنهايات. بداية، قبل أن نتعرف على موضوع النهايات، خلونا نتذكر كيف كنا نوجد قيمة الدالة بمعلومية سين. فمثلا لو عندي هذه الدالة الخطية، دال سين يساوي 2 سين ناقص 3، وأردت أني أوجد دال 5، شو بسوي؟ أستبدل كل سين موجودة بالرقم اللي أريده، اللي هو كم؟ 5. إذن 2 ضرب 5 ناقص 3، 2 ضرب 5 يساوي 10، ناقص 3 كم يساوي؟ 7. إذن دال 5 يساوي 7. وكذلك لو أردت أن أوجد أي قيمة أخرى، مثلا على سبيل المثال دال سالب 3، بنفس الصورة تماما، أستبدل السين بسالب 3 وأجري العملية الحسابية التقليدية تماما. إذا 2 ضرب سالب 3 كم فيها؟ سالب 6، ناقص 3 فيها كم؟ فيها سالب 9. هذه هي كانت قيمة الدالة. أيضا في التمثيلات البيانية، فلو عندي أنا هذا التمثيل البياني السابق اللي هو دال سين يساوي 2 سين ناقص 3، وأردت أيضا أن أوجد دال 5، شو بسوي؟ كنا نقوم بوضع نقطة على اللي هو على المحور السيني عند الخمسة، لأن أريد دال 5، جيد؟ فبالتالي أرسم خطا رأسيا عند الخمسة، أرسم رأسا خطين إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى منحنى الدالة دال سين، جيد؟ عند هذه النقطة. ثم أرسم بعد ذلك خطا أفقيا إلى أن يصل إلى منحنى ماذا؟ الدالة دال صاد. طبعا يصل عند القيمة كم؟ يصل عند القيمة 7. إذن دال 5 كم يساوي؟ يساوي 7. هذا ما كنا نقوم به عند إيجاد قيمة دالة، سواء إذا كان عندي التمثيل البياني مثل هذه الحالة، أو إذا كان عندي دالة، فكنا نعوض عنها بالطريقة التقليدية اللي سوينا عنها بالمثال السابق. ماذا نقصد بالنهاية؟ نقصد بالنهاية هو موعد، مثلا على سبيل المثال لقاء لخمسة أشخاص أرادوا أن يلتقوا عند موقع معين، وليكن الآن معنا الدوار، جيد؟ كل واحد أراد أن يسلك طريق معين. السؤال، ما هي النهاية التي سوف يصل إليها كل شخص من هذا الأشخاص نظير سلوكهم لهذه الطرق؟ نلاحظ أنه الشخص الأول والشخص الرابع والخامس سوف يصلوا إلى المكان الموعد، جيد؟ لكن الشخص الثاني والثالث نهايتهم لا تصل إلى ماذا؟ أو نهاية الطريق الذي سلكوا لا تصل إلى الدوار. إذن هو هذا مفهوم النهاية. أيضا عشان نوضح موضوع النهاية أكثر فأكثر، خلنا نشوف اللي هو برنامج جو جبرا وش يقول في موضوع النهاية. إذا نفتح برنامج جو جبرا عشان نحن نفهم موضوع النهاية. إذا أنا عندي مثلا على سبيل المثال عندي هذه النقطة اللي هي ألف، وأريد أن أصل مثلا على سبيل المثال عند القي اللي هو عندما سين تساوي 6، يعني الألف راح أحرك إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى 6 وتقترب. جيد، أثناء السين تقترب إلى 6، نلاحظ أن بالنسبة للدالة هذه، جيد، راح أو قيمة سي ترتفع إلى الأعلى، تأخذ قيم ماذا؟ قيم أكبر، ترتفع إلى الأعلى إلى أن تصل إلى ماذا؟ لاحظ أن نحن الألف نقترب كثيرا إلى كم؟ إلى 6، نقترب، لاحظ سوف نقترب إلى 6، والسي اللي هي قيمة الدالة صاد شو يصير فيها؟ تقترب إلى كم لما نقترب إلى 6؟ نعم، سوف تقترب إلى كم؟ إلى 9، قريب من 9. طبعا نحن لا نصل إلى 6، وإنما نقترب فقط لا غير. بعض الطلاب يقول زي أستاذ في جهة أخرى اللي هي جهة اليمين، أنت فقط لا غير سويت الجهة اليسار. فعلا كلام دقيق، إذن لابد أيضا أن نقوم بماذا؟ بالاقتراب من جهة اليسار أيضا، أو من جهة اليمين الآن، جيد؟ الآن خلنا نقترب أيضا إلى جهة اليمين. ماذا يحدث لقيمة الصاد؟ لاحظ ماذا يحدث؟ تنزل قيمة الصاد، تنزل لما نحن نقترب إلى جهة أو من جهة اليمين إلى 6، جيد؟ بالنسبة للصاد تنزل إلى الأسفل، تنزل قيمتها، تنزل تنقص إلى أن تصل إلى كام؟ إلى أن تصل أيضا إلى 9. إذن هذا هو مفهوم ماذا؟ هذا هو مفهوم الاقتراب. إذن لابد بالنسبة للتمثيلات البيانية، أنا عندي جهتين بالنسبة للمحور X، جهة اليمين وجهة اليسار.
فلا بد من الاقتراب الى الجهتين معا. اذا يرمز لمفهوم النهاية بالرمز، وش بالرمز؟ نهى، هو هذا الرمز، وتكتب على هذه الصورة. طبعا كيف نقراها؟ ما نقراها نهى، وانما نقراها نهاية الدالة دال سين، نهاية الدالة دال سين. عندما سين تقترب من ألف أو قلت تؤول إلى ألف كم تساوي؟ لام. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ماذا نقصد به؟ نقصد به أن عندما سين تقترب إلى ألف، عندما سين تقترب إلى ألف، فإن الدال سين أيضا تقترب إلى مش؟ تقترب إلى لام، إلى القيمة لام. خلنا نشوف اللي هو مثال توضيحي لمفهوم أيضا النهايات. يقول لك سؤال: بين سلوك الدالة دال سين، دال سين تساوي سين تربيع زائد الواحد عندما تقترب سين من الاثنين. في مجموعة من الطرق، في أربع طرق لتوضيح هذا السلوك، سلوك الاقتراب. الطريقة الأولى اللي هو استخدام الجدول. إذا سوف نستخدم الجدول. أنا عندي جدول، عندي مجموعة من القيم راح نأخذها من جهة يمين العدد اثنين، ومجموعة أخرى من القيم راح نأخذها ويش؟ يسار العدد اثنين. بداية خلنا نبدأ من يمين العدد اثنين، وراح نختار قيمة للسين، ثم نعوض في الدالة، في الدالة دال سين، ونشوف وش السلوك اللي تسلكه الدالة دال سين. راح نعوض كم؟ ثلاثة، يطلع الجواب كم؟ عشرة، وهكذا. فنجلس نعوض، نقترب من الاثنين، نقترب من الاثنين كثيرا. فنلاحظ بالنسبة للدال سين تقترب إلى كم؟ الخمسة. إذا نقول أن نهاية الدالة دال سين عندما سين تؤول إلى الاثنين أو تقترب إلى الاثنين من أي جهة؟ من جهة اليمين. طبعا الشكل من جهة اليمين نحن في الرياضيات عندنا اختصارات، جهة اليمين بهذه الصورة ليس جيدا. شو بنسوي؟ بنسوي بنلغي هذه الفكرة، وبنسوي إشارة بس موجب للدلالة إلى جهة ماذا؟ جهة اليمين. لاحظ أن الموجب يجي ويش؟ يجي فوق العدد من جهة اليسار قليلا بهذه الصورة. هذا رمز ويش معناته؟ ما ليس يعني معناته أن العدد موجب، لا، وإنما الدراسة من جهة اليمين. كم يساوي؟ لاحظنا أنه يقترب كل مرة إلى الخمسة بنفس الصورة. سوف نأخذ أعدادا من جهة يسار الاثنين، مثلا واحد ثم واحد فاصل خمسة واحد، ونجلس نعوضها في الدالة دال سين، ونلاحظ أن الدالة دال سين شو يصير فيها؟ تقترب كثيرا من كم؟ أيضا من الخمسة. إذن بنفس الصورة تماما، نهاية الدالة دال سين عندما سين تؤول إلى اثنين من جهة اليسار، وقلنا أنه من جهة اليسار هذا ليس أسلوبا رياضيا، لابد ان احنا نرمز له بالرمز ويش؟ بالرمز شرطه، هذه سالب، لكن هذا ما معناته انه سالب 2، وانما من جهه اليسار. يساوي كم؟ يساوي 5. ايضا طريقه اخرى، وهذه الطريقه طبعا هي ناتجه من الطريقه السابقه اللي هي استخدام الاله الحاسبه. راح نستخدم الاله الحاسبه، ولكن بدل لا نجلس نعوض بجميع القيم يمين العدد الاثنين ويسار العدد اثنين، راح نعوض بقيمة قريبة جدا من الاثنين من جهة اليمين ومن جهة اليسار. يعني كيف؟ لاحظ، نختار رقم قريب جدا من الاثنين من جهة اليمين، وليكن مثلا 2.0001 أو 2.0001، وشو نسوي فيه؟ نعوض في الآلة الحاسبة ونشوف. يعني نعوض 2.0001 تربيع زائد الواحد كم يساوي؟ نجرب الآلة الحاسبة، يظهر الناتج هذا 5.00004001. طبعا هذا قريب جدا من ماذا؟ قريب جدا من الخمسة. إذا نقول أن نهاية الدالة دال سين عندما سين تؤول إلى اثنين من جهة اليمين يساوي كم؟ يساوي الخمسة. أيضا نأخذ رقم من جهة اليسار، نأخذ رقم من جهة اليسار، راح نأخذ رقم قريب جدا من جهة اليسار، قريب من الاثنين طبعا، 1.9999، ونعوضه في الآلة الحاسبة، فيكون الناتج كم؟ كم بيطلع الناتج لما نعوضه في الآلة الحاسبة؟ يطلع 4.9996001. طبعا النهاية للدالة دال سين عندما سين تؤول إلى اثنين من جهة اليسار، لاحظ أنها تساوي كم؟ تساوي 5. طبعا هذه الطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. أما الطريقتين الأخرين سوف نأخذها في دروس أخرى بإذن الله.